اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك كريم؟ مش هبدا بيك المره دي. ازيك يا كابتن؟ انا قعدت ادور على الحلقه بتاعت ماتش الاهلي والزمالك اللي فات. الاهلي والزمالك تمام. فبدات بكريم. لا بهزر طبعا. ازيك كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مبارك ايه؟ الحمد لله. احنا بدانا بيك والله، بس انا قلت النهارده مش هبدا بيك، هبدا بكريم. هتقول لي ليه؟ هقول لك يعني كده. مبروك الاول للنادي الاهلي على إيه؟ وعلى الخماسيه. طيب ماشي، خمسه في عين الحسود. اتفضل. طب اتفضل. كنت يا كابتن اسلام في ماتشات القمه كان عندكم تفاوت شاو؟ مش تفاؤل وتشاؤم، يعني انا كنت كلعيبة. بحب العب، انا كنت بحب العب بجزمه معينه مثلا. اوكي. في الماتشات السوداء. مش في الزمالك. صح. مش في الزمالك. عامة مش ماتش معين. مش ماتش الزمالك. اوكي. يعني كان بيبقى فيه سيستم بنمشي عليه، انا بمشي عليه في الماتشات كلها. فاهم. فبمشي عليه. اوكي. لكن ماتش القمه ما كانش له مثلا سيناريو معين. ما افتكرش. او ماتش فاينل، او يعني ماتشات كبيره. خلي بالك بيبقى هو كل واحد. أوكي. طبعا التركيز بيبقى اعلى في ماتشات اكتر. ايوه. ماتشات كل ما تبقى اصعب وفي ليفل اعلى بتبقى بتركز كلاعب اكتر طبعا. وبتتشد اكتر، ازاي تطلع من الشده. يعني بركات ما كانش بيعمل كل حاجه هزار هزار. قدام المدرب ورا المدرب في بتاع مش اي حاجه، هو بالنسبه له كده. اوكي. فما تقدرش تقول له انت جاي ماتش يوم ماتش الزمالك تعمل كده، لان هو بيعمل كده كل ماتشات. ايوه. جمعه غير كده، جمعه على طول مبوز وعامل وشه كده. اوكي. الجمعه. فكان يجي لو ما يجيش مثلا ماتش الزمالك يضحك. ايوه فاهم. كل الماتشات بيعمل كده. فهي ما بتبقاش ماتش الزمالك او الماتش النهائي او كذا، ولكن مش تفاوت شاو، هيتعود. نعم. تعود مش تفاوت شاو. سيستم انت بتمشي عليه. تصحى الصبح في ناس تصحى تفطر الصبح مثلا كرواسو وعسل. ايوه. في ناس تصحى الصبح تفطر فول وبيض وكل حاجه. بس كان ساعتها مفيش دكتور تغذيه. مفيش دكتور تغذيه. لا ما كانش. احنا دكاتره نفسنا. فكانت يعني على حسب الدنيا وكل واحد متعود يعمل ايه في اليوم ده. الماتشات كانت بتبقى غالبا الساعه 9 بالليل، فتصحى. في ناس كانت لازم تصحى 9 الصبح عشان تفطر. في ناس لو يعني لو ايه مش لو تصحى 8 ونص قبل الماتش بنص ساعه يبقى حلو. ايوه. فكل واحد وتعوده وطريقه. معرفش، اعتقد ان كل لعيبه الكوره كده الايام من ساعه ما انا يعني كنت بلعب لغايه ما بطلت يعني. اوكي. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. مبروك عليكم. مبروك لنا كلنا. مبروك عليكم الدوري، مبروك عليكم الكاس، مبروك عليكم كل البطولات اللي فاز بيها النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. طبعا اعتقد الموسم ده يعني ممكن العنوان بتاعه نتائج التعب ونتائج بعد تعب شاق. الموسم ده الخماسيه اتحققت لغايه دلوقتي. طبعا احنا بنتكلم على موسم طبعا استثنائي. احنا يعني الكره الاجنده المصريه فيها اتنين سوبر وكاس قديم وكاس جديد. بس السنه الجايه هنقول كاس قديم وكاس جديد. بالظبط. لسه يعني هو الحاج عامر حسين اكد لنا خلاص احنا السنه الجايه ان شاء الله هنقول كاس قديم وكاس جديد. يعني هنلعب سيمي فاينل وفاينل السنه الجايه. وبالتالي اعتقد السنه دي بالذات احنا مرينا بمراحل دراميه. يعني اعتقد النهارده اي صانع دراما في السينما ممكن يعمل مسلسل الموسم ده بصراحه، بدايه من تولي مارسيل كولر المهمه وصولا لغايه خماسيه الخساره بالخماسيه من سان داونز، وبعد كده طبعا عوده المنتقم اللي النادي الاهلي تقمص دور الراحل فريد شوقي وانتقم من كل الناس اللي احتفلوا عليه في ماتش 5-0 في 5-2 بتاع سان داونز واكل الاخضر واليابس. وصولا طبعا النهارده للنادي الاهلي عنده طبعا لسه ما زال بطولات جايه ان شاء الله. بس اكيد الموسم ده موسم استثنائي، واكيد الناس تعبت. اداره بصراحه لازم يعني اتمنى بصراحه برضو لازم احنا في المنظومه نبقى اوكي لما تحصل مشكله. طبعا احنا بنلوم الاداره وبنوجه سهام النقد، بس انا برضو اتمنى بصراحه ساعه الانتصارات وساعة تحقيق الاهداف الناس برضو تشيد بالاداره. صحيح. ما ينفعش تلغي الاداره في حته وتجيبها في حته. برضو الجهاز الفني بصراحه مارسيل كولر عجبني جدا جدا. الراجل ده من دي 1 اختار سيستم وصبر لغايه لما خد نتائج السيستم بتاعه. هنتكلم طبعا انا وثابت على طيب. حاجات كتير من التحكيم المصري. التحكيم بكره طبعا. الاول خليني بس ابارك برضو لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واللعيبه والجهاز الفني بالكامل. بصراحه كابتن اسلام موسم تاريخي. ومبروك لحضرتك طبعا. ماشي ماشي. كفايه حلقه سان داونز. كفايه حلقه سان داونز. خلي بالك القرار التاريخي في قرارين انا شايفهم تاريخيين لاداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب يعني على مدار السنه. اول حاجه راحت اللعيبه. طبعا راحت اللعيبه دي عملت ريفريش مهم جدا للعيبه على مدار الموسم. 13 صفقه جديده. دول 13 صفقه جديده.
الحاجة التانية برضو بعد الهزيمة من صن داونز، بعد الهزيمة من صن داونز يعني قرار ان هم جابوا مارسيل كولر وقعدوا معاه وجابوا الكابتن سيد وقعدوا وشافوا الاسباب ايه. حتى ساعتها كان النادي الاهلي مثلا كان كابتن سيد والمهندس او العدلي الاستاذ عدلي كان بيروحوا يسافروا قبلها بيوم صح مع الفرقه. صح. دلوقتي قرروا بعد الهزيمه من صن داونز ان الكابتن سيد بيسافر والاستاذ سمير عدلي بقوا بيسافروا ايه قبلها بيومين قبل ما الفرقه صح. تروح. فدي دي الدروس المستفاده، الاداره الشاطره اللي بتتعلم من الاخطاء. اي اداره تانية كانت اقالت المدرب، لكن اداره النادي الاهلي دايما بتستنى لغايه نهايه الموسم، خاصه ان الفرقه ماشيه كويس في الدوري. فده نجاح ليهم. فيحسب كمان النجاح مش على مستوى الكوره بس، انت في مستوى الكوره جايب 5 بطولات افريقيا، 2 سوبر، كاس، دوري، ما شاء الله خماسيه تاريخيه، لكن النجاح على مستوى الصالات. انت النهارده في كاس العالم للانديه قدم، كاس العالم للانديه سله، كاس العالم للانديه يد. النهارده انت في السله عملت تلت تاريخ النادي الاهلي في عهد مجلس الاداره الحالي، تلت تاريخ النادي الاهلي في كره السله مع جوستي بوش. حققت البطوله العربيه في السله اللي انت اصلا عمرك ما اخذتها قبل كده، حققت بطوله البال، دوري ابطال افريقيا السنه دي. فده التاريخ كله في كره الطايره. بعد كده تعالى كره اليد، النادي الاهلي لاول مره بيجمع دوري وكاس وسوبر افريقي في سنه واحده. فالحمد لله هو موسم تاريخي. نتمنى ان شاء الله، انا شايف ان التارجت كمان بتاع مجلس اداره النادي الاهلي حاليا ان هم يعملوا حاجه كمان في كاس العالم للانديه، وده اللي انا حاسه ان هم التارجت بتاعهم ذاهب ان انت عايز ميداليه اكتر من البرونزيه كمان في نهايه السنه. ده احساسي يعني. يا مسهل يا رب. عموما عندنا كلام كتير جدا فيما يخص هذا هذه المباراه الصعبه جدا والمهمه جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نشوف حاجات مهمه جدا جدا فيما يخص هذه المباراه وحالات تخص اكتر نادي الزمالك الحقيقه في هذه المباراه. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل كريم واحمد هيقفوا على الشاشه كده يورونا شويه حاجات لطيفه جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مقارنات، طريقه اللعب، كل ما يخص نادي الزمالك، كل ما يخص النادي الاهلي هنتكلم عنه من خلال شاشه البيت الكبير مع كريم واحمد. كريم واحمد، خليني ابدا معاكم الاول، نبدا بالمقارنات، نبدا بالمقارنه ما بين كولر واوزوريو، او اوزوريو اللي عايز يقوله كده يقوله واللي عايز يقوله كده يقوله. طبعا المقارنه هنبدا الاول ارقام مارسيل كولر وكريم هياخد اوزوريو. بالنسبه لمارسيل كولر لعب مع النادي الاهلي تحت قيادته 53 مباراه، كسب 40، اتعادل 9، خسر 4، طبعا منهم مباراه من ريال مدريد ومنهم مباراه من فلامينجو البرازيلي. نسبه الفوز عند مارسيل كولر 75.4%، احرز اهداف 98 هدف، ناقص لنا هدفين ونكمل 100 هدف مع مارسيل كولر. استقبلت الشباك اهداف 28، يا مسهل ان شاء الله، 28 هدف في 53 ماتش، نسبه كويسه جدا. الشباك النظيفه 36 مباراه من 53 كلين شيت، نسبه كويسه جدا جدا جدا. طبعا الحصول على بطولات خماسيه تاريخيه لمارسيل كولر. طبعا نروح ليه اوسوريو، او في وجهه نظري مدير فني محترم للغايه، وفعلا فرق مع نادي الزمالك في الفتره اللي هو تولى فيها قياده الفريق. طبعا الارقام اكيد هنلاقي فيها فجوه كبيره، وبعيدها حتى ممكن الناس تشوف النسبه اللي انا هقولها دي متقاربه، لكن طبعا النسبه دي ليه 53 ماتش ملهاش دعوه خالص بنسبه 12 ماتش. نادي الزمالك لعب 12 مباراه مع اوسوريو ما بين الدوري والكاس، الماتشات دي مش في الدوري بس، فاز في 9 مباريات، اتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة لو خسرها من النادي الإسماعيلي في إسماعيلية، وبالتالي نسبة فوزه 75%، نفس نسبة كولر، ولكن طبعا مع فارق ان ده لعب ماتشات قليلة اكتر، يعني قليلة اكتر من كولر. النادي الزمالك مع اوسوريو احرز 27 هدف في 12 مباراة، وبالتالي دي في هنا في غزارة تهديفيا، احنا بنتكلم هنا ما يقرب ازيد من هدفين في المباراه الواحده، ودي يعني نسبه كويسه جدا مع فريق اوريدي كان بيعاني تماما في الدور الاول. لكن نادي الزمالك على عكس اللي انا بسمعه من الناس يقولوا ان دفاع نادي الزمالك اتحسن مع اوسوريو، انا شايف لا بالعكس، نادي الزمالك دفاع سيء للغايه. الفريق استقبل 12 هدف في 12 مباراه، ده معناه ايه؟ بمعدل هدف في كل مباراه، يعني نسبة ان نادي الزمالك يتلقى هدف في المباراة الواحدة نسبة عالية جدا، وبرضه هنشوف في ايه الحالات اللي معانا. اوسوريو في ال 12 مباراة اللي لعبهم مع نادي الزمالك خرج ب 4 مباريات فقط كلين شيت،
وطبعا اكيد ما حصلش على اي بطوله لان هو الراجل لسه في فترته الاولى مع الفريق. تمام تشكيل. طيب. ايه التغيير اللي عمله اوسوريو مع نادي الزمالك من وجهه نظرك؟ طبعا طبعا الكولومبي اوسوريو مع الزمالك هو بيعتمد لو نجيب التشكيله هو من اول ما جه بيلعب بطريقه لعب معينه هو بيتبع فكر جوارديولا نفس الفكره اللي كان بيعملها برضو مدرب سان داونز. طريقه لعبه ايه؟ انا متوقع بكره ان هم يلعبوا 4-3-3 نفس طريقه لعبه. الناس بتقول ان هو بيلعب 3 بس هي فكره 3 جايه من ايه؟ هو الاصل بتاعهم وقفتهم 4-3-3 في حراسه المرمى محمد صبحي، الاثنين المساكين محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد بنسبه كبيره هيدخل بكره انا اتوقع بس كده. بس بتتكلم في الفتره اللي كان حسام ما كانش مع المنتخب عشان بس الناس ما تتوهش مننا. لو 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 يعني لو حسام عبد المجيد مش موجود طبعا حسام ما كانش موجود كان بيبقى حمزه المسلوسي وعبد الغني ومصطفى الزناري هو اللي باك رايت. لكن بكره ممكن يقعد مصطفى الزناري ويدخل حسام عبد المجيد كمساك لانه عودته هتفرق كتير طبعا في دفاع نادي الزمالك. احمد فتوح هو اللي بيلعب باك ليفت واحمد فتوح هو مربط الفرس عند اوسوريو. اهم لعيب اهم اثنين لعيبه في التشكيله دي فتوح وزيزو. ليه؟ لان الزمالك في بناء الهجمه طريقه اللعب بتتحول من 4-3-3 وهنجيبها بالحالات دلوقتي الى 3-2-5. ازاي؟ ان فتوح بيلعب حاجه اسمها فولس باك. يعني ايه فولس باك؟ ظهير عكسي. ظهير عكسي يعني ايه؟ يعني في مرحله بناء الهجمه فتوح بيخش لجوه عشان يبني الهجمه. وهنا مهم جدا 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 من مارسيل كولر مين اللي هيضغط على احمد فتوح ومين اللي هيستغل المساحات. عشان كده حضرتك لما بتسالني متوقع مين بكره ممكن يبقى عامل قلق يعني يعمل قلق او يكون خطوره للنادي الاهلي، انا شايف بيرسي تاو. بيرسي تاو مهم جدا بكره الضغط على احمد فتوح. محمد اشرف رؤى هو اللي بيبقى الارتكاز اللي قدام الاربعه اللي هي طريقه اللعب بتتحول بيبقى فتوح جنب رؤى. الاثنين اللي قدامهم شيكابالا وزيزو بيبقى في العمق وابراهيم انضاي ناحيه اليمين وسيد نمار ناحيه الشمال وقدام سيف الدين الجزيري. هات بقى الحالات ثانيه واحده بس اللي هي طريقه اللعب بتاعه احمد فتوح. هات احمد فتوح عشان نبين للناس ازاي الطريقه دي بتتحول. نبص على اول حاله في مباراه الزمالك وغزل المحله. المفروض على الورق ان فتوح باك ليفت، لكن فتوح فين هنا؟ فتوح بيطلب الكره في وسط الملعب. كان مثلا السيسي موجود واحمد فتوح، فالطريقه بتتحول لكام؟ 3-2-5 بدخول مين؟ 2 ارتكاز بيبقى الارتكاز الاساسي وجنبه فتوح. زيزو واقف فين؟ في العمق اهو بيطلب الكوره. يعني زيزو مع اوسوريو بيبقى قدام احمد فتوح بيعملوا جبهه كويسه. كمل هات باقي الحالات برضو نكمل نشوف فتوح فين. فتوح اهو هنا الزمالك لسه بيبني الهجمه، الكوره مع عبد الغني. احمد فتوح راح فين؟ دخل في وسط الملعب، بقى بيلعب لعيب وسط ملعب. لكن هو على الورق 4-3-3، لكن فتوح هو الظهير العكسي في عمليه البيلد اب او بناء الهجمه لنادي الزمالك. احمد فتوح بيخش كارتكاز جنب الارتكاز الثاني اللي هو سانت الكسندر في ليفربول اللي هو ارنولد ارنولد في ليفربول نفس الفكره بالظبط. فانت النهارده مارسيل كولر مين اللي هيكلف برقابه احمد فتوح؟ وهو حاول يعملها في الماتش الاخير بابراهيم انضاي، بس لو عملها قدام النادي الاهلي اعتقد صعب ان هو يلعب ابراهيم انضاي. يبقى ظاهره كان بيلعب زي باك ليفت زي باك ليفت واحمد فتوح هو الارتكاز. بس الاقرب يرجع احمد فتوح قدام النادي الاهلي في مركزه لان هو اللي كان ماشي. هات بس باقي الحالات نفس الفكره يا كابتن اسلام. فين احمد فتوح؟ تخيل احمد فتوح الباك ليفت بيخش لجوه عشان يبني الهجمه بنفس الفكره. عشان كده الناس شايفاها 3 لكن هي 4 بس بدخول احمد فتوح بتتحول لايه؟ ل3. بيبقى 2 مساكين وفي وسطهم احمد فتوح. كمل ده الطريقه بالظبط اهي. ادي حمزه المسلوسي وعبد الغني وحسام عبد المجيد. دي الطريقه دي والتشكيل الكوره مع نادي الزمالك. بيبقى عبد الغني المسلوسي حسام عبد ثلاثة ورا واحمد فتوح بيخش لجوه كفولس باك ليفت فولس باك جنب محمد اشرف رؤى. والخمسه اللي قدام مين بقى؟ ابراهيم انضاي شيكابالا بيتبادلوا الادوار. يعني ممكن تلاقي شيكابالا على الطرف، ممكن تلاقي ابراهيم انضاي جوه. احمد سيد زيزو وسيد نمار ناحيه الشمال وقدام الجزيري. طب ايه اهميه الفكره؟ يعني ليه جوارديولا بدع الفكره دي والناس خدتها منه؟ الفكره ان احمد فتوح لما بيخش لجوه بيديك نوع من الزياده في وسط الملعب، ان واحد لعيب ارتكاز زياده في وسط الملعب فيبدا يدي مساحه اكتر للخمسه اللي قدام ان هم يهاجموا الخمس ممرات. يعني ايه خمس ممرات؟ يعني سيد نمار بياخد الطرف الشمال، ابراهيم انضاي بياخد الطرف اليمين، وبيبقى فيه ثلاثه في النص، سيف الجزيري في العمق وشيكابالا وزيزو. يبقى هو بيهاجم الخمس ممرات الهجوميه بتاعه المنافسين. فدي الفكره اللي عايز يطبقها. هات بس الصوره اللي بعدها هوريك الخمس ممرات. هنا برضو ده دوره في عمليه التكمله، احد ادوار الفولس باك
ان هو بيكمل كلاعب ارتكاز قدام ويصنع برضو. ادي شيكابالا جون الزمالك في المحله، شيكابالا قدر يخترق واحمد فتوح اللي لعبها له. ده بقى الخمس ممرات اللي بتكلم فيها، هو ليه حول طريقه الزمالك ل 3 2 5 في الهجوم. هنا احمد فتوح اهو جنب دونجا مثلا في وسط الملعب، الخمسه اللي قدام مين؟ كان مثلا كان مصطفى شلبي ناحيه الشمال، وادي ثلاثه قدام، وادي ابراهيم نضيف الاخر خالص. فهو كده بالتالي هجم الخمس ممرات، شغل عقليه المدافعين بتوع المنافس، وقدر ان هو بيهاجم هنا، عامل توسيع للملعب بالعرض وبيهاجم الممر الداخلي والممر الخارجي. فدي الفكره، كمل بس برضو نفس الفكره، ادي الخمس ممرات، هات برضو صوره ثانيه نفس الفكره، هو عايز يهاجم الخمس ممرات. فدي فكره اوسوريو، ان انا بدخل فتوح في عمق الملعب، بعمل زياده، طريقه اللعب بتتحول من 4 3 3 ل 3 2 5 في الحاله الهجوميه او في حاله الكره مع نادي الزمالك. دي اهم فكره عند اوسوريو. في هتكلم برضو عن عيوبها، بس هخلي كريم يقول تشكيلته وبعدين اتكلم على عيوب الطريقه دي والمشاكل اللي انت كنت بتتكلم عليها كريم في عمليه ان الزمالك بيستقبل كل مباراه هدف، وان هم اربع مباريات بس كلين شيت من 12 مباراه. طيب نجيب بقى التشكيل المتوقع التاني. يعني اشك ان هو ممكن يلعب بيه اربعه ويغير الاسلوب اللي نجح بيه في الفتره اللي فاتت كابتن اسلام. وطبيعي هو الفكره، انا في وجهه نظري لما دخل حمزه المسلوسي كما يشبه الليبرو، المسلوسي بيلعب في عمق الملعب، ما بيلعبش في الاثنين على الطرف. المسلوسي لعيب بطيء وجسمه تقيل، وبالتالي هو حطه كارتكاز في قلب الملعب زي الليبرو بتاع زمان، وبيحط مصطفى الزناري على اليمين ولكن كمساك مش كجناح، مش كباك، فول باك، ومحمد عبد الغني على الشمال. ده بيعمل له من وجهه نظره بيعمل له التوازن الدفاع، لان نادي الزمالك بكل تاكيد عنده كارثه في نص الملعب. اسماء اللي موجوده في نص ملعب نادي الزمالك لا تصلح نادي الزمالك، يعني سواء اللي بيتفرج زملكاوي اهلاوي اتحاداوي اسماعيلاوي مصراوي، اكيد خط وسط نادي الزمالك متدمر تماما بسبب ضعف المستوى اللي شايفينه من عمرو السيسي او حتى من محمد اشرف روح. طيب ده التشكيل المتوقع اللي انا متوقعه، انه طبعا زي ما حضرتك بس ده مختلف تماما عن اللي قاله احمد. طبعا لا بس طريقه اللعب، لا هو مش هو ده اللي بيلعب بيه. يعني السويس الخلفي ده لعب اخر خمس ماتشات، مش ما حدش فيه متغير. بتكلم على عبد الغني، حمزه المسلوسي، مصطفى الزناقي بنفس المركز، مش هدخل سيد نيمار. سيد نيمار هو انا في وجهه نظري لا، يعني ما يخاطرش. حسام مجيد يعني برضه راجع من ضغط عصبي في افريقيا مع المنتخب الاولمبي، وكمان هم دول لعبوا معايا افضل لاعب وافضل كذا، صح مش مختلف. بس انا فاكر في حته يا كابتن اسلام، انا ماشي بسيستم، لو اتغيرته وخدت نتيجه سلبيه على طول المنظومه بتاعتي كلها هتقول لي انت اتغلبت بسبب انت غيرت، خصوصا ان هو كمان عامل ست انتصارات ورا بعض متتاليه. طيب احمد فتوح اكيد هيلعب مكان نضاي، فكره نضاي دي قدام في مباراه فيوتشر كانت ضربه من الجنون، لان نضاي فعلا كان ثغره كبيره جدا 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 نادي الزمالك في الجبهه اليسرى، واحمد فتوح فعلا كان بيخليه ياخد شويه راحه ودفع بيه في الشوط الثاني لما النتيجه كانت متازمه وكانوا عايزين يكسبوا. على الجبهه اليمنى بدون شك سيد نيمار اكيد هو اللي هيلعب، لان هو ما فيش غيره كمان. انا اختلف مع ثابت بس ان تشكيل ثابت في الجزء الهجومي في مغامره كبيره جدا، انك تحط روقه مع شيكابالا مع زيزو، ده معناه ايه؟ ان زيزو وشيكابالا الاثنين مش هيدافعوا، مش هيرجعوا، صعب جدا انك تطلب من شيكابالا الدفاع والهجوم من بدايه المباراه ضد النادي الاهلي، صعب جدا جدا، مجهود بدني وعصبي كبير وشيكابالا ما يقدرش عليه في الوقت الحالي. انا اشوف ربما يكون الاقرب انه يبدا باثنين ارتكاز، هيبقوا محمد اشرف روقه وعمرو السيسي في نص الملعب، وهيلعب بثلاثه قدام ابراهيم انضاي، هيكمل في الجبهه اليسرى ولكن هيبقى متقدم شويه، وزيزو يلعب على الجبهه اليمنى، اللي لازم يكون في حد قوي دفاعيا في الجانب الهجومي يساند مع نيمار قدام الجبهه اليسرى الخطره للنادي الاهلي، اللي احتمال كبير هيكون فيها علي معلول وحسين الشحات، واعتقد سيف الجزيري هيلعب كمهاجم وهمي. هو طبعا في قدام ماتش فيوتشر الاخير لعب باثنين، لعب بسيف الجزيري ولعب بناصر منسي، وكان بيلعب على كرات عرضيه كتيره جدا، وهو اوسوريو بيغير حته، ساعات بيلعب بمهاجم صريح وحيد وساعات بيلعب باثنين. بناء على ايه؟ بناء على المنافس. فيوتشر هو عارف انه بيلعب فيوتشر بيلعبوا ثلاثه في الدفاع، بيلعبوا كابتن علي ماهر بيلعب ثلاثه مساكين، فنزلوا اثنين مهاجمين وبدا يلعب له على الكروسات. هو عارف النادي الاهلي صعب جدا فكره الكروسات دي تتسهل للاهلي، فمش هيلعبها، هو هيحاول على قد ما يقدر يقفل نص الملعب ويلعب على الكرات المرتدة، لأن أشك تماما نادي الزمالك يبدأ من بداية المباراة بشكل هجومي قدام النادي الأهلي. لو ممكن بقى نروح نسجل يا سمير الحاجات دي عشان أحمد ثابت شكله إيه؟ ما نشوف. هو طبعا الأهلي يتمنى تشكيل ثابت طبعا، كلنا نتمنى تشكيل ثابت صراحة.
مليون في المية. خلي بالك هو فتوح برضه هو مش بيلعب باك ليفت، باك ليفت مع سوري، هو بيخش في عمق الملعب دايما بيلعب كارتكاز مساند جنب الارتكاز الثاني. تعال بس اوريك بس الايه الحته دي عشان بس ماشي. نفهم الكارثه اللي عند نادي الزمالك في نص الملعب. عمرو السيسي عايزين طبعا نركز، هو طبعا واضح بشعره، نبص على عمرو السيسي. الكره دي كانت هجمه مرتده نادي فيوتشر، وعمرو السيسي رجع بظهره. بص على ناصر ماهر اللي هو وراه على طول ولا باصص له، هو مركز جدا جدا مع الكوره ولا واخد في باله خالص ازاي النهارده يحمي المنطقه اللي قدام منطقه جزائه من مراقبه اللاعب. اصلا اول يعني مهام الهاف ديفندر ثابت ان انت تبقى عندك مراقبه لكل اللعيبه اللي عندها امكانيه التسديد قدام منطقه الجزاء، ده دور الهاف ديفندر. عمرو السيسي ما بيعملش كده خالص، عمرو السيسي عايش حياته في قلب الملعب في ملكوته. بص للصوره اللي بعديها هتلاقي، بص الفجوه، بص الفجوه في نص ملعب نادي الزمالك. مش ممكن ان انت تكون، طبعا نادي فيوتشر نادي محتل المركز الثالث والرابع قبل المباراه دي، ونادي مهم يعني نادي خطير ونادي عنده اوراق هجوميه كويسه جدا، صعب جدا جدا تنزل تلعبهم بالمنظر. وكان طبيعي جدا ان فيوتشر يتقدم ب 2-0. هات كده الصوره اللي وراها دي، هجمه ثانيه عمرو السيسي في يمين الصوره، هو اللي فاتح سبرنت من اخر الصوره ورايح عشان يحمي المنطقه اللي قدام منطقه جزاء نادي الزمالك. هات الصوره اللي شوف عمرو السيسي راح فين، نفس الحته بيروح يقف على خط ال 18، لعيب اوت اوف بوزيشن تماما في طول الوقت، وده اللي بيدي المساحه لاي فريق بينافس نادي الزمالك انه يسدد من قدام منطقه الجزاء. وبالتالي بشوف اذا بكره النادي الاهلي عنده مساحه للتسديد اللي نسدد ليه، انك هتلاقي في مساحات خاليه كتير يا كابتن اسلام. عمرو السيسي عنده مشكله اوت اوف بوزيشن، اشرف رؤى الورك ريت بتاعه ضعيف للغايه ما يقدرش على سرعه الريتم، ومهم قوي قوي ان النادي الاهلي يسرع رتم المباراه. كلما رتم المباراه اتسرع كلما نادي الزمالك وقع في اخطاء كتيره. هات مشاكل الزمالك اللي هي حالات مشاكل الزمالك الدفاعيه، تعال نشوف طريقه اللعب دي. هنتكلم بس نقاط ضعف الزمالك، وبعدين هنتكلم على زيزو بالتفصيل لان هو يعتبر اهم لاعب في الزمالك الموسم ده. حقيقي. نجيب مشاكل الزمالك الدفاعيه او الطريقه اللي بيلعب بيها اوسوريو، ايه مشاكلها وازاي النادي الاهلي يستغل اهم حاجه بكره ان انت تضغط عالي على الزمالك او تضغط تغلطهم. الزمالك عنده مشاكل في البناء مع اي فرقه بتضغط عليه. بص هنا غزل المحله بيضغطوا عليهم، حمزه المسلوسي ماسك الكوره بيباظي باظي يعني، اكمل الصوره اللي بعدها، بص الكره بيباظيها ناحيه اليمين اتقطعت على طول. هنا احمد فتوح فين؟ احمد فتوح داخل لجوه اهو في اخر الصوره ناحيه الشمال اهو. تعالى كمل، بص راحت هجمه مرتده ازاي، ثلاثه من لعيبه المحله رايحين، ودفاع الزمالك في الارتداد بطيء جدا. احد مشاكل عيوب الزمالك مع سوريو التعامل مع بناء الهجمه والتعامل مع الضغط من الخصم، التحولات اللي بيواجهها من المنافسين. بص هنا فتوح فين بقى؟ فتوح لو باك ليفت المفروض هيبقى متواجد هنا، فتوح مش موجود يا كابتن. ممكن ما يلحقش اصلا، هوريه لك من الصوره الخلفيه، ممكن ما يلحقش. بص هنا فتوح فين؟ ده عيب الطريقه دي، لو انت قدرت ان انت تضغط عليهم تستغل المساحات اللي ورا الظاهرين. عشان كده بقول دور بيرسي تاو بكره مهم جدا. بيرسي تاو لو قدر يستغل المساحه اللي في ظهر فتوح النادي الاهلي ممكن يكسب من خلالها كتير. كمل، هات الصوره اللي بعدها. ماشي، ده طبعا لو مهاجم تاني كان قدر ان هو يسجلها. احمد فتوح مش موجود حتى الان في الكاد. بص احمد فتوح فين بقى؟ بس خلي بالك في الصوره انت جبتها في الاول كان بياخد تعليمات من الجهاز الفني، بس هو فين؟ فاعتقد دي اخرته. هو فين؟ هل باك ليفت؟ هل باك ليفت يبقى موجود في وسط الملعب؟ مش قصدي هو عشان بياخد تعليمات فهو اتاخر بيفتح السبرنت. ماشي، بس هو تحول الى في وسط الملعب. ايوه، وقدر ان انت لو قطعت منهم الكوره تقدر تلاقي مساحات في ظهرهم ورا الظاهرين تحديدا. بص المساحه قد ايه؟ بص احمد فتوح فين؟ بص الارتداد بتاعه والكوره، رغم ان احمد فتوح لعيب كبير، لعيب كويس جدا. طب. بس بص الكوره دي عيوب طريقه معينه. كمل، هات بقى باقي الحالات برضو نفس الفكره. التعامل الزمالك هنا، محمد صبحي بيحضر الهجمه، بص فيوتشر جاب جون فيهم ازاي من خلال الضغط المنظم عليهم، قدر ان هو يقطعها جوزيف نيجوين من الباك ليفت. هات الصوره اللي بعدها، قدر ان هو الصوره اللي انت كنت لسه جايبها كريم، هي بدايتها كانت ايه؟ انت بتتكلم على حته ثانيه. بتكلم على تحضير الهجمه. أي. الزمالك لما انت الضغط العالي على لعيبه الزمالك في البناء عندهم مشاكل منها. هات الصوره اللي بعدها برضو نفس الفكره، هنا برضو اتقطعت في وسط الملعب، قدر ان انت تضربهم في ظهرهم. كهربا انا شايف الحاله اللي بيمر فيها في ماتش اللي فات الاتحاد يقدر ان شاء الله يستغل سرعات كهربا بقى، واللي احنا شفناه السبرنتات اللي قدر يستغلها في ظهر دفاع نادي الزمالك مهمه جدا من كهربا بكره. كانت غريبه دي بصراحه، عبد الغني والزناري اتضربوا. عشان كده بقول لك حسام عبد المجيد هيبدا بكره بنسبه كبيره، لان هو هيدي له الميزه دي،
حسام عبد المجيد افضل من عبد الغني بالتاكيد وافضل من اي حد في الحته دي عندهم. كمل برضو هنا ايه احمد فتوح بيبني الهجمه اهو. بص المقاولين العرب والماتش ده كان 6. برضو التعامل مع الضغط مهم جدا، الضغط المنظم على دفاع نادي الزمالك بكره، كل ما بتضغط عليهم بشكل منظم كل ما هم هيعانوا. كمل بص الكره وصلت فين، ده من الضغط. اذا اهم مشاكل الزمالك مع اسوريو بناء الهجمه في الضغط. ليه؟ لان هو بيحول فتوح كفولس باك، فتقدر ان انت تضربهم في المساحات اللي في ظهرهم. هات بقى زيزو، احنا اتكلمنا كده على نقاط الضعف، تعال نروح على زيزو اهم لعيب في نادي الزمالك الموسم ده. ما غابش ولا ماتش يا كابتن اسلام، لعب ال 32 ماتش من ال 32 ماتش. صراحه عامل موسم رائع. طبعا ده الخريطه الحراريه بتاعته السنه دي زي ما احنا شايفين يمين وشمال طبعا، بس مع سوريو اكتر بيلعب في العمق. تخيل ان هو جايب 12 جون او هداف الزمالك في الدوري، اكتر لعيب صانع اهداف في الدوري 13، ثالث اكتر لعيب في الدوري عامل محاولات على المرمى 79 محاوله، اكتر لعيب في الدوري بيعمل عرضيات صحيحه 70 عرضيه، تاني اكتر لعيب في الدوري عامل مراوغات ناجحه 46 مراوغه، الاكثر في الدوري في المحاولات من الضربات الثابته 13. هات حالات زيزو عشان نبين زيزو مع سوريو بيلعب فين. بص زيزو فين، في العمق. زيزو كان بيلعب لعيب جناح مع مين؟ مع المدربين اللي قبل كده. زيزو مع مدرب المنتخب روي فيتوريا ومع اسوريو تحول الى لعيب وسط في العمق، لعيب ثالث. هنا المثلث مين؟ رؤى ونضاي السيسي او ده لا السيسي وزيزو. بص زيزو دايما بياخد الجبهه الشمال، زيزو وفتوح بيعملوا عمليه تبادل ادوار مهمه جدا في مرحله البناء. هنا زيزو فين؟ واخد الكره وبيشوط، ده الجون اللي جابه في فيوتشر اللي هو الماتش الاخير من تسديده. هنا برضو زيزو فين؟ بص زيزو دايما بيرحل على فتوح، ليه ميكرو؟ فمين مين بكره؟ بيرسي تاو دوره كريم مهم جدا في المسانده الدفاعيه. بكره بيرسي تاو مفتاح الفوز باذن الله. بيرسي تاو لو قدر يضغط على فتوح، وبرضه اللي بيرحل معاه اللي بيروح معاه مين؟ بيرسي تاو وهاني، لان زيزو وفتوح بيروحوا عليك زي ما احنا شايفين. ارجع للصوره اللي قبلها هتلاقي زيزو، بص هنا زيزو اهو واحمد فتوح هيروحوا على مين؟ على هاني. فلازم احنا بنلعب بثلاثه في وسط الملعب، لازم الوينج اللي ناحيه اللي هو اللعيب الوسط اللي في ناحيه اليمين يروح مع هاني يساند، وبيرسي تاو يرجع عشان برضه في نفس الوقت لو انت قدرت تقطع الكوره تلعبها في المساحه سواء لبيرسي تاو او لكهربا تقدر تسجل من خلالها. لان انت لو ما عملتش كده هتلاقي في اتنين بيروحوا على ايه؟ على هاني. يعني سيد نيمار بقى بيروح بيلعب وينج ليفت، وزيزو بيلعب لعيب وسط، وفتوح كمان بينضم معاهم، فهيبقى في زياده عدديه عليك 3-1. كمل نفس الكلام زيزو، زيزو دايما في العمق. هات الصوره برضو هنا ايه؟ زيزو هو جاي في العمق، وهنا بيهاجموا الخمس ممرات اللي هي فكره اسوريو اللي بيعتمد عليها، ان انا دايما عايز يبقى 5 عندي زياده عدديه قدام. كمل هنا طبعا الضربات الثابته واحده من الاسلحه المهمه لنادي الزمالك في الفتره الاخيره، ما ينفعش ما نتكلمش على الضربات الثابته. الضربات الثابته مهمه جدا. زيزو واحد من اللعيبه الممتازه، اكتر لعيب جاب اهداف في الدوري من ضربات ثابته، قدر ان هو يلعبها طبعا في الدقيقه، وجنش تعامل معاها بشكل غريب. هات الصوره اللي بعدها، هنا برضو جنش بيتعامل معاها. كمل هنا فكره اسوريو في الضربات الثابته ان هو حاطط 2 بيعملوا ايه؟ انعدام رؤيه لحارس المرمى. ايوه قدام الحيطه عشان يشوط في الاثنين دول وتقدر تخدع حارس المرمى، وده اللي حصل. فدي واحده، فبلاش يعني نحاول نقلل الاخطاء حوالين منطقه الجزاء، لان زيزو مميز بالعرضيات ومميز بالتسديدات، هو يعتبر اهم مفتاح لعب للزمالك قدام زيزو، واهم مفتاح لعب في البناء هو فتوح. كمل برضو نفس الفكره دي، الضربات الثابته. هات الضربات الركنيه برضو، لان هم عندهم فكره. ادي الضربات الركنيه، هنا طبعا جنش برضو تعامل مع الكرة بشكل غريب. زيزو طبعا بيرفع الاوفر بشكل ممتاز بصراحة في العرضيات. كمل هنا برضو قدر ان يسجل من خلالها. هات اللي بعدها مهم قوي، هنا فكرة بيعملها المدربين اللي هم من امريكا الجنوبية، ان لما الزمالك يبقى عليه ضربة ركنية بيوقف 7 جوه الضربة الركنية و3 قدام. ليه 3 قدام؟ عشان الهجمة المرتدة، يبقى 4-3 عشان يبقى في زيادة عددية قدام. هنا قدر يسجل من خلالها اسوريو في ماتش فاركو. يعني ارجع بس ثواني نعد اللعيبه دي، هنا 1 2 3 4 5 6 7، احنا بنعد الابيض اللي هم لعيبه الزمالك 7. الكوره لما اتقطعت الضربه الركنيه كانت مع فاركو، الكوره لما اتقطعت راحت فين؟ كمل هات الصوره اللي بعدها، بص هنا كام واحد؟ 1 2 3 وفي 2 جايين من ورا للزمالك، فعمل الزياده العاديه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من خلال ايه؟ من خلال ضربه ركنيه قدر المدرب واللاتينيين اللي هم خلي بالك جوزيه كان بيعمل كده، جوزيه كان بينزل فلافيو يلعب بدماغه الواحد من الاثنين. ايوه بحيث ان هو يعمل يعني زياده.
جول الصفاقسي. جول الصفاقسي في تونس في لافي هو اللي نط نزلها. لا مش هو ما كانتش بتتعمل من ورا. من واحده وفلافيو ينزل. أيوة. تتعمل بدماغه لحد من الجنب. ومتعب عملها في وجون متعب في عبد المنصف. أيوة. كاس كمل خد المقارنات. تمام انا بس قبل المقارنات بس كان معانا في ثلاث حالات على الضغط السيء لعيبه نادي الزمالك لما الفريق اللي قدامهم لا مش دي يعني نكمل. كمل. في ثلاث صور ورا بعض من الجبهه اليسرى عند نادي الزمالك هنلاقيهم اي بالظبط نادي فيوتشر هنا كابتن اسلام وكابتن علي ماهر عمل حركه اكيد يعني الناس كلها عارفاها وهي حركه لطيفه جدا بس بتكشف عيوب الفريق اللي قدامه في الضغط. هنا بيجمع الكوره في جنب من الملعب وبيخلي اللعيبه تعمل ما يشبه التمريرات البسيطه جدا وبيسحب الفريق اللي قدامه لعمليه ضغط مزدوج. وشوف هنا لعيبه نادي الزمالك كام واحد؟ 1 2 3 4 ضاغطين على 2 لعيبه بس. تعالوا نبص ازاي نادي فيوتشر هيضرب ظهر نضاي وهيودي الجناح الايسر بتاعه لانفراد بالمرمى. الكره اتجمعت عملوا ما يشبه لعبه ال 31 لاعب لعبها في الشارع الشهيره يعني ولعيبه نادي الزمالك بدات تضغط بشكل عشوائي للغايه. كل واحد يعني راح يقول والله زمان يا سلاح عايز ابقى موجود واقف هوب الكره اتلعبت في ظهرهم. نجيب الصوره اللي بعديها ونشوف ازاي الكره اتلعبت في ظهر مدافعي نادي الزمالك وانفرد الجناح ما يشبه بيه الجبهه اليسرى بالجبهه اليمنى وبالتالي هي الجبهه اليسرى بتاعت الزمالك. وبالتالي النادي الاهلي مهم جدا 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 وده جزء اصلا من تاكتيك بتاع كولر انه بيزود عدد التمريرات في بناء اللعب في ملعب المنافس كنوع من انك بتخلق مساحات ونوع من ان انت بتجذب المدافعين. فاعتقد دي نقطه مهمه جدا كابتن علي ماهر طبقها في اول نص ساعه مع نادي الزمالك قبل بقى ما يحصل الريمونتادا. دي مقارنه بين الاهلي والزمالك في الدوري منذ طبعا بدايه الموسم طبعا اكيد 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 اوسوريو يعني ما يتحاسبش عليها. احنا بنتكلم نادي الزمالك حقق 17 فوز نادي الاهلي حقق 23 فوز الزمالك خسر 7 مباريات نادي الاهلي ما خسرش يعني دوري لا هزيمه لحد دلوقتي وان شاء الله يكمل على كده. نادي الزمالك سجل 49 هدف ودي بشوفها يعني رقم كويس بالنسبه واعتقد اوسوريو مساهم في الرقم ده بشكل كويس عن الدور الاول. النادي الاهلي مع كولر بصراحه يعني بنتكلم على ماكينه اهداف 54 هدف في عدد المباريات اللي لعبها طبعا عدد كبير جدا. النادي الزمالك دفاعه فعلا غريب جدا السنه 30 استقبل 30 هدف عدد كبير جدا جدا جدا. النادي الاهلي استقبل 7 اهداف فقط. خلي بالك يا كريم كلمه الخامس والاول دي يعني الخامس على الدوري على الانديه على الدوري لا لا في ترتيب الايتم ده الأيتم يعني نادي الزمالك خامس اضعف دفاع في الدوري. النادي الاهلي هو اقوى دفاع في لا مش خامس اضعف دفاع هو الخامس يعني استقبل اهداف النادي الاهلي اقوى خط دفاع. أيوة. الزمالك خامس اقوى خط دفاع خامس اقوى خط دفاع. الشباك النظيفه نادي الزمالك حققها 15 مره النادي الاهلي حققها 22 مره في الدوري. محاولات على المرمى الزمالك بيعمل 12.1 النادي الاهلي بيعمل 12.7 الاستحواذ نادي الزمالك بيعمل 56.9 النادي الاهلي بيعمل 59.5 نادي الزمالك في يعني في صنع فرص محققه بيصنع 36 فرصه في المباراه لكن النادي الاهلي بيصنع 57 فرصه في المباراه وده بيورينا قد ايه النجاعه الهجوميه عند الاهلي اكتر من الزمالك. اتفضل ناخد مقارنات الباك ليفت علي معلول طبعا مفتاح لعب النادي الاهلي واحمد فتوح مفتاح بناء النادي الزمالك. علي معلول لعب 23 مشاركه ب 1973 دقيقه احرز 7 اهداف وصنع 6 يعتبر اكتر لاعب في النادي الاهلي مساهم في اهداف في الدوري 13 هدف. فتوح احرز هدفين وصنع 3 اهداف. نيجي المتوسط لمس الكوره طبعا معلول بيلمس الكوره اكتر 85 مره فتوح برده رقم كويس بالنسبه له 77.7 معدل صناعه الفرص علي معلول اكتر بكتير 2.7 مقابل 1.1 لفتوح. نبص بقى على التمريرات الطوليه هنا فتوح اعلى من معلول في الحته دي ليه؟ لان ادواره مختلفه في عمليه البناء واسلوب لعب نادي الزمالك مناسب ان هو تمرير طولي اكتر. العرضيات الصحيحه في الماتش الواحد معلول بيعمل عرضيتين فتوح بيعمل 4.10 يعني اقل من عرضيه. نسبه الفوز بالالتحامات الاثنين متساويين 57.57 معدل التاكلينج 1.6 يعني الاثنين في الادوار الدفاعيه متساويين لكن على المستوى الهجومي معلول اكتر سواء على مستوى الصناعه على مستوى احراز الاهداف على مستوى صناعه الفرص. كمل بقيه المقارنه اللي بعدها.
طيب نروح لمقارنه بين محمود كهربا وسيف الدين الجزيري. برضه سيف الدين الجزيري عامل موسم جيد مع نادي الزمالك، كهربا مع النادي الاهلي لعب 11 مباراه، الجزيري لعب 25، كهربا لعب ما يقرب من 632 دقيقه، الجزيري 1622 دقيقه، ورغم ان في جاب في عدد المشاركات والدقائق اللعب، لكن كهربا احرز 6 اهداف، الجزيري احرز 7 في الاثنين قريبين. بالاهداف بالراس كهربا احرز 2، الجزيري احرز 3، بالقدم اليمنى كهربا احرز 3 وبرده الجزيري احرز 3، باليسرى 1-1. متوسط صناعه الفرص 0.5 لكهربا، يعني كهربا فعلا لعيب مش اسيستر، مش لعيب بلاي ميكر، يعني الحته دي عنده ارقامه اعلى من الجزيري بكتير. نعم. ارقامه انت بتتكلم في لعيب، لا 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 بتكلم على صناعه الفرص، يعني كهربا اصلا لعيب تارجت اكتر ما هو لعيب بلاي ميكر، بيجيب اجوان اكتر يعني. بيجيب اجوان، لعب دقايق اقل، ده كهربا لعب 11 ماتش بس، انت مش برضه جايب 6 اجوان. انا فاهم فاهم، لا انا بتكلم على حته ان ما تنتظرش من كهربا نصنع نصنع اهداف يعني. ونفس الامر بالنسبه للجزيري، متوسط المحاولات على المرمى طبعا كهربا اعلى 2.4، ده برضه يثبت لنا ان كهربا لعيب تارجت بشكل كويس جدا. الجزيري رغم انه لعب دقايق اكتر ولكن متوسط المحاولات بتاعته في مباراه 1.8، متوسط المحاولات الصحيحه من ال 2.4 اللي احنا قلناهم 1.5 لكهربا، وعنده كده نجاعه على المرمى اكتر من الجزيري اللي لسه ما وصلش حتى لمحاوله صحيحه واحده في 90 دقيقه، متوسط 0.7. بيرسي تاو وشيكابالا، بيرسي تاو لعب 18 مشاركه، شيكابالا 20 مشاركه، عشان كده انا بشوف ان شيكابالا بكره غالبا هيبدا، لان الراجل اوسوريو ده ومعتمد عليه بشكل كبير قوي، اللياقه البدنيه مش هتساعده. انا شايف بصراحه ان هو هيبدا ينزل، يعني هو بالنسبه له انا شايف حسام عبد المجيد اساسي، شيكابالا اساسي بنسبه كبيره الاثنين، تشكيل مغامره قوي. انا شايف الاثنين لان هو بيحب شيكابالا قوي اوسوريو، يعني هو لعب بالدقائق شيكابالا 789 دقيقه مقابل 950 لبيرسي تاو، بيرسي تاو جايب 3 اجوان، شيكابالا جايب جونين، صناعة الأهداف 1-2 لشيكابالا، متوسط صناعة الفرص بيرسي تاو 1.1 في الماتش الواحد، 6 لشيكابالا، متوسط المحاولات بيرسي تاو 1.7 في الماتش الواحد، يعني بيروح محاولتين في الماتش، شيكابالا 8، يعني محاولة بس في الماتش. دقة التمريرات بيرسي تاو 86%، شيكابالا 78%. نسبة النجاح في المراوغات بيرسي تاو 43% مقابل 35%، فأرقام طبعا بيرسي تاو أعلى بكتير، مقارنة إن هو كمان لعب 18 مشاركة أو 950 دقيقة على مستوى صناعة الفرص على مستوى المحاولات. نروح بقى لخط الوسط، وأكيد مقارنة بين أليو ديانج ومحمد أشرف، وبصراحة من غير ما أقولها أكيد هتصب في صالح أليو ديانج فرق كبير، يعني أليو ديانج لعب 25 مباراة، رؤى لعب 24، ديانج يعني ترجمه ليه 1963 دقيقة، في حين رؤى لعب 1327، ديانج سجل هدف لكن رؤى ما سجلش، لكن ديانج ما صنعش، رؤى صنع هدف. متوسط لمس الكرة، تعال بقى نبص للفجوة، فجوة فجوة شاسعة، متوسط لمس الكرة في 90 دقيقة 70.8 لأليو ديانج، 44.6 لأشرف رؤى، يعني تقريبا بنتكلم ما يقرب من الضعف. متوسط صناعة الفرص 0.7 لأليو ديانج، 0.3 لرؤى. متوسط التمريرات الطوليه الصحيحه نفس الامر زي ما قلنا، تكتيكي النادي الاهلي ما بيسمحش للاعبته انه يلعب كرات طوليه، ده مش اسلوب اللعب خالص، وعشان كده هنلاقي كل لعيبه الاهلي كلهم دون استثناء ارقامهم اقل، بيبقى 3.5. هنلاقي على نادي الزمالك ايا كان اللعيب هتلاقي دايما نسبته اعلى، ان هم دايما بيعتمدوا على الكرات الطوليه 5.2. نسبه الفوز بالالتحامات برضو هنا يا جماعه، النسبه دي فجوه فجوه كبيره جدا، فجوه والله فجوه 62%، متخيلين 62%؟ يعني بين كل 100 كوره ديانج بيخش فيها بيكسب 62، لكن رؤى من كل 100 كوره بيخش فيها بيكسب 45، يعني حتى مش محصل 50%، ودي باين لنا الفرق في المستوى بين اثنين لعيبه. متوسط التدخلات الدفاعيه 1.5 لأليو ديانج، ل 0.9 لاشرف رؤى، وطبعا التاكلينج لازم طبعا يبقى الضعف، اكتر من الضعف كمان، متوسط التاكلينج 2.6 لأليو ديانج مقابل 1.2 لرؤى. في وجهه نظر كابتن اسلام، واحده من اهم بكره المباريات اللي النادي الاهلي يكسبها مباراه خط الوسط مهم قوي بصراحه. حراس المرمى بقى بكره الشناوي ومحمد صبحي. محمد الشناوي لعب 25 مشاركه في الدوري السنه دي، لعب بالدقائق 2250 دقيقه، محمد صبحي لعب 16 ب 1440 دقيقه. الكلين شيت اللي هو حافظ على نظافه شباكه في كام ماتش، الشناوي 17 مباراه من 25 الاعلى في الدوري، محمد صبحي 7 من 16. استقبال الاهداف الشناوي استقبل 7 اهداف فقط،
محمد صبحي استقبل 16 هدف في 16 ماتش. نسبة النجاح في التصديات الشناوي 90%، محمد صبحي 69%. تصدر ركلات جزاء الشناوي تصدر ركلتين من 3، محمد صبحي ما تصدرش ولا ركلة من ركلة واحدة. إذن كانت هذه هي المقارنات، وكانت كل هذه الأمور ما يخص مباراة الأهلي والزمالك غدا إن شاء الله. كل التوفيق للنادي الأهلي بطل الدوري رقم 43، الدوري 43 في حيازة النادي الأهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أحمد على وجودك معنا. بالتوفيق للنادي الأهلي يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله بكرة زي ما قلت لحضراتكم الاستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة في تمام الساعة 6 قبل المباراة بساعتين ونص، هيكون مع حضراتكم كابتن أيمن شوقي ومجموعة المحللين لتحليل قبل المباراة أو كل ما يحدث وكواليس ما قبل بداية هذه المباراة الهامة جدا. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.